وراجين إن شاء الله على الفترة اللي سبقتهم من المراجعة بعد الانقطاع الدراسي، تعود مكنة التلاميذ أنهم يعودوا داخلوا جو دراسة، وأن ذاك الدعم اللي كان خارج عن بعد على أن يعود مكانهم، على أنهم يعود القطاع الدراسي خلق له شكل من التعويض. راجين إن شاء الله على أنه النتائج تعود مرضية، وأنه يتم ويتواصل إن شاء الله لين يكتمل بصفة جيدة. على كل حال السلطات الإدارية في كل بلد والفاعلين كاملين حاشدين جهودهم بإتمام إن شاء الله هذا الامتحان في ظروف جيدة.